السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة مباشرة من حصاد 24. تقبل الله صيامكم وقيامكم في حلقة نهاية الأسبوع، حلقة الجمعة 15 مارس إن شاء الله، عودة على آخر الأخبار وقراءة وتحليل من بينها سنأتي عليه بعد قليل إن شاء الله، هو سبر آراء جديد فرنسي، الوكالة الفرنسية لسبر الآراء. شعبية سعيد تهوي إلى مستوى 23%. سعادة جدا يكون معنا عبر تقرير سكايب من باريس سيد بكر عزوز الناشط المدني والحقوقي، ومن تونس أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية الدكتور مراد اليعقوبي. سيد بكر عزوز مساء النور، صحة شريبتك. مساء الخير، مبروك رمضانكم وصحة شريبتكم، صحة شريبة جميع التونسيين والمتابعين لهذا البرنامج. شكرا لك على الاستضافة. مرحبا بكم، من خلال التحية لكل توانسة توانسة أينما كانوا في تونس وخارجها في انتظار التحاق الدكتور مراد العقوبي. خلينا نبدأ سريعا فقط لمشاهدينا ولأخوتنا التوانسة في جنيف على الأقل وفي أوروبا اللي قادرين يمشوا، ثم منصة تحسيسية لصالح فلسطين المقاومة الفلسطينية غدوة 16 مارس السبت بداية من الساعة منتصف النهار من تنظيم جمعية ضحايا التعذيب في جنيف. نحاولوا إذا كان نعم هذه، إذا كان اللي عندهم بقدورهم يمسوا الجنيف. هنا وقفة تحسيسية في الحقيقة دأبوا عليه تقريبا أسبوعيا. لست أدري فرنسا ثم منصات تحسيسية متواصلة دكتور سيبكار؟ المنصات في بالنسبة لغزة التحركات هي يومية متنوعة، هناك جمعيات كبيرة هي اللي قائمة على الأنشطة هذه كل يوم في فرنسا، وخاصة في المنطقة باريس في ليل دو فرانس فما دائما أنشطة ومحاولة لمحاولات للتحسيس قائمين بها أساسا مؤسسات فرنسية. الوضع ولا طرق التناول وطرق النضال في فرنسا مختلفة تماما. نشكر الأخ عادل والجمعية وجمعية إيفيتي في جنيف اللي قاعدة تقوم ناصر آيت ليمان. نعم، وناصر بالطبع الأخ آيت ليمان رئيس الجمعية، نشكرهم على الجهد اللي يعملوا فيه. نشاط الجمعيات التونسية في فرنسا داخل الجمعيات الفرنسية الكبرى. نعم. مثل أوروبا باليستين ولا إرجانس باليستين اللي هي الجمعيات الكبيرة اللي قائمة بالدور هذا اللي هو نشاط يومي مع المظاهرات الأسبوعية يوم السبت. جميل، كما قلت في انتظار التحاق الدكتور مراد العقوبي أستاذ التاريخ بالجامعة التونسية، وفي انتظار تثبيت الصورة، الله يثبتنا على الإيمان والإسلام وعلى الإيمان بالحرية والديمقراطية. دكتور مراد اليعقوبي صحة شريبتك، حاول أنك للخلف قليلا دكتور مراد في انتظار تثبيت الصورة ووصول الصوت. خلينا نبدأ بالتعليق على في نهاية الأسبوع إقالات لتحوير وزاري، هو إنهاء مهام السيد ربيع المجيدي وزير النقل، إنهاء مهام السيدة حياة قطاط القرمازي وزيرة الشؤون الثقافية، وتكليف السيدة سارة الزنزري سعفراني وزيرة التجهيز والإسكان بتسيير وزارة النقل بصفة وقتية، في نفس الوقت تكليف منصف بوكتير وزير التعليم العالي بمهام وزارة الشؤون الثقافية. كذلك تزامن هذا التحوير أو إقالة الوزراء إقالة واليين اثنين لهما واليا المستير والمهدية. مع العلم اليوم قديش 15 مارس 24 عندنا يا توانسة، عندنا 8 ولايات بدون والي، 8 ولايات بدون والي، ويمكن ربما نذكرهم 8 ولايات بدون والي من بينهم تونس العاصمة. يلا أستاذ بك سي مراد، جاهز سي مراد؟ مساء النور، صح شريبتك. الصوت غير جاهز سي مراد، نعدل الصوت والصورة. سي بكار يلا خلينا نعلقوا على التحولات الوزارية، ولات تحولات وزارة ولايات بغير والي، كيفاش ترى التحولات هذه؟ ولسعيد في سنته الخامسة عهدته الخامسة سنة الخامسة من عهدته أشرفت على النهاية، تحولات بالجملة إصلاح فساد، كيف تراه؟ والله إذا كان نرجع، وأنا قلت في مداخلة سابقة
أن تونس قاعدة تسير بالعبث، وهذه مواصلة في العبث، يعني ماهوش غريب، ماهوش شيء جديد على النظام وعلى قيس سعيد باش يقيل وزراء، ما يعجبهش وزير، ما تعجبهش حاجة، يسمع يقرأ تدوينة في فيسبوك، ينح وزير، ينح 10. السياسة هذه هي سياسة ثابتة عند قيس سعيد، ماهوش شيء جديد أنه يتصرف بهذه الطريقة العشوائية. قيس سعيد يسير في بلاد على بالمزاج، بمزاجه الشخصي، منها جالس في القصر ويخرج في الناس ويرجع، وللأسف كثيرين راضيين بالإهانات هذه وبالطرد العشوائي. احنا قلت خرج زوز ولات وزوز وزراء، من اللي بدي شوف عدد الولات اللي أقالهم، عدد الوزراء اللي أقالهم، عدد السفراء اللي خرجهم من أشغالهم بعد فترة وجيزة، ثم ولات ووزراء ما شدوش فترة كافية حتى 3 شهور ما كملهمش. هذا دليل واضح على مواصلة سياسة العبث، والواحد ولا والله يحشم باش يعلق على السياسه التونسيه، ما عدناش نجمو نقولو ما نقولو، اش باش يقول الواحد في اطار العبث؟ اش باش تحلل؟ اش باش تعلق؟ ولكنه علل اقاله الوليين على الاقل، يقول ثم ولات شادين مكاتبهم توصل الرئاسه هي اللي تعلمهم يا سيدي الوالي عندك عماده فلانيه في المعتمديه الفلانيه الماء ولا الضوء مقطوع تحرك، هكذا علل هو الواحد. اي بالطبع التعليلات حتى الوزراء، رغم اللي ما يعللش برشا في اقاله الوزراء ولا ما يوضحوش، يقيلوا ببلاغ هكذا في جملتين ولا في سطرين، هذا هو العبث. اذا كان في عماده جاه تليفون، جينا القصر تليفون ان الضوء قاص، يشوفوا ستاج، يشوفوا شركه المياه، يشوفوا الاسباب، الوالي يبلغ الوالي يلقى حلول. هذه سياسة العبث والسيطرة على البلاد وتحويل المشاكل الحقيقية تسير البلاد إلى اتهام أشخاص. هو كان يتهم في المعارضين متاعنا، حطهم في الحبس، ما عادش حجة اليوم، ما عادش ينجم قيس سعيد ولا النظام اللي معاه، ما عادش ينجم يقولوا المعارضين يعطلوا فينا، المعارضين في الحبس. أي بقوا جماعته، من عينهم هؤلاء؟ من أتى بهم؟ الوزراء والولات الموجودين الكل والسفراء، هم سفراء قيس سعيد وجماعته. أي اليوم يعني إذا كان اليوم سابقا يصلح في الفساد، هو الآن يصلح ما أفسده هو في الحد الأدنى. بالطبع هو يواصل في سياسة العبث بالدولة وتحطيم كل شيء جميل في تونس. قيس سعيد يريد أن يستحوذ على كل شيء وأن تكون كل كبيرة وصغيرة تحت سيطرته. باش نعطي مثال هنا، باعتباري أصيل بلدة جمنة في الجنوب التونسي، وبلدة ومدينة جمنة مشهورة بجمالها، مشهورة بأن في جمنة نشأ بالنسبة للثورة، نشأ أحسن وأنجح مشروع في نظري، في نظر الكثيرين، هو مشروع واحات جمنة. مشروع واحات جمنة قائمة عليه مجموعة من 2011، مجموعة من المناضلين، مجموعة من المخلصين لهذا البلد، واللي لم يتقاضوا مليما واحدا من 2011، من 2010، من ديسمبر 2010 لليوم، حوالي 15 عام، وهم ينشطوا ويثمروا وينتجوا شيء يعطي الأمل للبلاد هذه. يجي سي قيس سعيد في المدة الأخيرة، نظرا لأنه لم تتحول الشركة هذه، المؤسسة هذه ولا الهيئة هذه، المشروع هذا الواعد اللي كان نقطة مضيئة في الثورة، يجي يضغط على إدارة الجمعية، يضغط على الجمعية ويبعث لهم مراقبين يحبوا وخبراء في تقييم صابة العام هذا، ولا في تقييم مداخيل الجمعية، اللي الجمعية هذه كل مداخيلها، كل مصاريفها موجودة، وهي تطالب من أول إنشائها بالمحاسبة. سي قيس سعيد، الجمعية هي اللي تطالب،
جمعية حماية واحات جمنة تطالب بأن تكون ضمن الإطار الدولة وأن تكون حساباتها مدققة وهي مدققة ومسجلة. وسي قيس سعيد للضغط يحب يستولي على هذا المشروع. قيس سعيد يريد تحويلها لشركة أهلية تقصد؟ هذا بالضبط، هو يريد ويضغط حتى تتحول هذه المنارة إلى شركة أهلية باش يبرر بها هو نجاح مشاريعه، لأن هذا المشروع هو أنجح مشروع إلى الآن. نعم. في 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 تونس بعد في تونس الثورة، والمشروع هذا أعطى دفع وأعطى للتونسيين أمل في أن هناك من التونسيين من يخدم هذا الوطن دون مقابل دون أجور، ومن 2000 من ديسمبر 2010 إلى الآن ولم يتحصل ولم يأخذ أي، وأنا هني بعيد في باريس وأعلم عمل تطوعي العلم أنهم لم يتحصل ولم يأخذوا من لما، بل بالعكس وقت اللي سافروا لتونس ولا يمشوا يدفعوا ركوبهم. نعم. من أجيابهم يدفعوا ركوبهم وقويهم وفطورهم من أجيابهم. فمن العار على دولة مثل هذه أن تتنكر لجهود التوانسة، أن تتنكر للمشروع المضي في البلاد هذه، المشروع المضي والمشروع اللي يعطي الأمل ويقول في تونس فما ناس فما مشاريع. نعم، تجربة اجتماعية ناجحة خارج إطار الدولة. نعم، ويقول أن سعيد حاول دولة الركوب عليها سلطة عليها ولكن حبيت نقول أنه يحب يسيطر على كل شيء في هذه البلاد. نعم، دكتور مراد أهلا وسهلا بك معنا، تتحق بنا في المباشر من تونس. دكتور أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا ومرحبا، أرجو أن تكون تسمعني جيدا. صوتك جيد، صورتك جيد، فقط لو توخر شوي بعض السنتيمتر. نعم، جيد جدا. دكتور مراد، أنت أستاذ التاريخ، عندما تتولى سلطة جديدة مهام دولة عادي جدا أن تقوم بتحويلات من هنا وهناك، لكن عندما تتكرر هذه التحويلات وتتواصل على أعلى مستوى في إطار وزارات تحوير وراء تحوير، ثم تظل اليوم قرابة 8 ولايات بدون والٍ، هذه علامة ماذا؟ علما وأنه سعيد الآن عنده قريب يغلق 5 سنوات من العهد متاعه، أي معنى للسلطة؟ تتلمس طريقها، مش فاهمة، تجرف التوانسة، شافت فساد وتغير فيه وما يكبر في عينها حد. شنو الصورة اللي تعطيها لنا هالتحويلات هذه؟ سي حسين، قبل ما نتحدث على التحويلات هذه نتحدث على مبدأ أن أي سلطة تتولى الحكم يجب أن تضع من تختارها. هنا نذكروا اللي بعد حكومات في حكومات الثورة كان كل ما يتحط أي مسؤول تقوم أصوات تقول لا وهذا محاصة وهذا اختيارات حزبية وما إلى ذلك، لدرجة أن العقلية هذه وصلت إلى أنها تطلب تحييد وزارة السيادة، كذلك وصلت أنها تمنع أي مسؤول أن يغير الإطار متاعه يعني الفريق العامل متاعه. هذا ندفع في الثمن متاعه اليوم، لأنه هذاك في الحقيقة ما كانش من أجل تشريك الجميع، وإنما كان من أجل تعطيل العمل في مرحلة أولى ثم من أجل إفشال التجربة ككل. واليوم يتحمل الذين أفشلوا والذين أفشلوا النتائج السلبية والضربات الكبيرة كلهم بنفس الدرجة. هذا بالنسبة للتغييرات، معناها ضروري أي حكومة يلزمها تغير وتضع من تراه يخدم سياساتها، ولكن أن يتحول الأمر إلى عمليات متواصلة لسنوات، وهذا يدل في مرأة في من جهة أولى أن الاختيار ليس دائما مبني على مقاييس علمية وعلى اختيارات واضحة، وبالتالي يقع اختيار من لا يستحق ذلك المنصب أو ذلك الموقع، وبالتالي بعد مرحلة يتبين ضعف ذلك الاختيار فيقع اللجوء إلى تغييره، لكن تغييره يعني لم توجد مقاييس في الاختيار وغيره، وبالتالي تغييره ينجم يكون زاد هو غلط، هو نفسه يحتاج إلى مراجعة وتتواصل المراجعات. ونحن نعرف أن المؤسسات باش تخدم البرامج باش تمشي، فما نوع من التواصل في التسيير يلزم يكون على أساس برنامج وغيرها. فهذا يدل من جهة على أنه اللي قاعد يصير ليس بناء على برنامج محدد نعرفه، ثم الاختيار يجب يكون اختيار منطقي وعقلاني ومبني
على روح الـ يعني الـ روح العمل للمؤسسات، وليس بناء على رغبات او غيرها، خاصه وان بعض التغييرات اولا في بعض الحالات شملت اشخاص لم يكونوا يستحقون ذلك المنصب بتاتا، وفي حالات اخرى لا يعرفوا لماذا اقيلوا. ثم في التراتيب واخلاقيات الاقاله، احيانا تتم الاقاله عن طريق الاذاعات وغيرها. انا اتصور هذه طريقه معناها يتضرر فيها بطبيعه الحال من تقع اقالته، لكن يعبر على عقليه غير مقبوله بالمره في التعامل مع المسؤولين، خاطر الشخص اللي تقيله اليوم هو نفسه يمثل سلطة معينة ويسهر عليها، معناها أنه لا يستحق، وأنت نفسك مارست معاه بطريقة معناها غير مقبولة في الواقع. نعم سيد. فخدت عريجا على ما أثرته في البداية من كونه كل سلطة من حقها أن تعين، مع فارق دكتور مراد أنه أتحدث على الأقل من زاوية التناول الإعلامي، عندما كان النحيب الإعلامي على ما سمي بالتمكين، مع الفارق في ذلك الوقت كانت الحكومات ديمقراطية على الأقل كانت معترف بها، وكانت كل انتخابات تشوبها شائبة، كنا نسمع دائما زغراطة وغناية متاع التمكين، حتى أنه تعرف المدة الأخيرة يحكوا على من اخترق وتسلل الإدارة، في حين تصمت هذه المنابر والأقلام الإعلامية اليوم في ظل سلطة دكتاتورية تعين فقط من الصادقين الثابتين، ونحن نرى للأسف الشديد التعيين يتلوه إقالة أو نعم. يا سيدين رأي ثم ظواهر يعني أصبحت ظاهرة وواضحة لدرجة أنه من الفائض من زائد الحديث أن نذكرها. يعني تقول لي ما ثماش أقلام والنحيب ما عادش موجود، أنا أقول لك اللي احنا نعرفه أنه هناك أقلام يعني تباع وتشترى تكرى تهاير يعني للكراء، تفضل شكون يحب نكريوه في المهمة هذه. والناس هذه عملت مع المخلوع وعملت مع حكومات الثورة المختلفة، وكل ما يطلع صوت مهما كان لونه مهما كانت علاقته بالديمقراطية مهما كان مستواه وقدرته على التسيير، تأكد أن من يملك السلطة يجد من يتعامل معه ومن يمجده ومن يدعي أنه يعمل على إنجاحه، ولكنهم في الواقع يعملون على المغالطة يعني عن طريق التزلف وغيرها. فذلك هو الذي يعني يعتبر بالنسبة لهم هو وسيلة للوصول. لذلك نجد نفس الأقلام التي تغنت ببن علي ونفس الصحف التي تغنت بفتوحات بن علي الاقتصادية والسياسية، نجدها في وقت الثورة أيضا غيرت نمطها نسبيا ثم عادت حليمة إلى عادتها القديمة، واليوم تقف في الطرف الآخر. ثم برشا أصوات كنا نعرفوها، معناها كانت في بداية الثورة كانت أصوات بالفعل رغم أنها يعني متشددة إلى حد ما وتتجاوز الخطوط، لكنها كانت مقبولة لأنه في مناخ ديمقراطي لابد أن يحدث نوع من النضج في المؤسسات، وتدريجيا تستقر الأمور، ويعرف رجل الإعلام ورجل السياسة ورجل التعليم وغيرهم كل يعرف حدوده وضوابطه. لكن للأسف هذه الأصوات الآن سكتت تماما بسبب مواجهتها، بسبب سياسة العصا التي وجهت إليها. نعم. للأسف أن ربما أنا أكره هذا القول، ولكن ثم البعض معناها يساقون بالعصا وبالضغط وبغيرها، هذا ما يمثلش شرف للبلاد، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمثقفين. ما عادش نلقاو مثقفين يعني كبار. نعم. مشهورين معروفين وعندهم قدرة على الإبداع يعني الإنتاج فيما ينفع الناس، ما عادش نلقاو من النوع هذا. نجد يعني أقلام تتلون يعني بكل الألوان، وهذا يعني هذا الشيء اللي ساهم في أنه يصعب أن الأوضاع هذه تتغير. وهنا الخوار ليس من هؤلاء فحسب، إنما من الأطراف المقابلة. يعني الشخص الذي يقبل أن تكون كل الأصوات ممجدة فهو يدعوها إلى تغطية يعني الأخطاء وتغطية الأعوار إن صح التعبير، وبالتالي لا يتفطن إلا بعد أن يفوت الأوان، وقتها تجي التعبير متاع غلطوني. نعم. لأنه من الأول هو يعرف روحه غلط. سي بكار بعضهم يبرر أو هكذا يفسر، يقول سعيد مهووس بفكرة الزعيم الملهم
الذي جاء ليغير عجلة التاريخ. يقولك نحن بصدد اختصار المسافة في الجغرافيا وفي التاريخ، يحب يريد أن يغير كل شيء، المنظومة، الأشخاص، يقولك أنا يبني في بناء جديد، هل هو كذلك؟ والله من حقه قيس سعيد ولا من غيره باش يسعى إلى الزعامة أو يكون مشروعه مشروع للإنسانية قاطبة كما يقول هو، من حقه ويجب يثبت جدارته بذلك ويقدم لنا المشاريع. المشكل في قيس سعيد أنه منذ بداية الحكم متاعه أثبت أنه فالح فقط في الكلام. تمنينا أنه يبني بناء جديد، أنه يورينا إيش نجم يعمل. من اليوم الأول التوأب 4 سنين ونصف وهو يسب ويشتم، من 4 سنين وهو يتهم غيره بالفساد وبتعرقيل عمل للدولة، وهذا ماهوش جدي. قيس سعيد حاول الركوب والكذب، والكلمة كبيرة هنا، أو مغالطة التونسيين هي كلمة الكذب، ولكن احتراما للعوائل مشاهد على مستوى. نعم، هو بقي يظلل في التوانسة حتى بالنسبة للقضية الفلسطينية تبين أنه في الصياح والكلام الكبير هو زعيم، زعيم يعني بالمعنى التونسي، من شخص قادر باش كل يوم يطلع بطلعات ويدعي الدفاع عن الفلسطينيين، ولكن في الواقع عندما جد الجد وكان في إمكانه أن ينخرط ويلتحق بجنوب إفريقيا في شكواها، يلتحق بالمنظمات وغيرها، لم يقم بشيء عملي، بل كان بكله هراء وصياح، وهو يتوهم وعند الحق المريض لا لوم عليه. هذا توصيف الإعلام الفرنسي للسي اي، حكيت قالت مهووس هكا، الملك المهووس. اي راه الإعلام الفرنسي كما نها اليوم بالنسبه لي، ما انا عايش في باريس ولا علاقه لي، ما نتفرج، ما عنديش تلفزه في داري، ما نتفرج في التلفزه كان الان، لكن عندك الإعلام البديل والعلاقات السياسيه. صحيح، هذا هناك في فرنسا الإعلام أصبح كما الإعلام في تونس، أصبح خاضعا إما للدولة أو للمتنفذين من أصحاب رؤوس الأموال في فرنسا. ما عادش الإعلام حر، الآن أصبح الإعلام مقيد وغير حر وغير نزيه. يعني حتى برنامج أمسيس اللي حكوا عليه ما تفرجتش فيه، لأن أحد الأصدقاء حكى لي عليه قبل ما يعدوه، راهو فارغ وما فيه حتى معلومة. هو والنظام من الخوف والعجز أن الدولة هي اللي عملت له الإشهار. لو كان فيهم واحد ذو عقل في تونس لا مر البرنامج دون أن يسمع به أحد. البرنامج تافه في قناة ثانوية في وقت متأخر من الليل وفارغ من أي معلومات كبيرة أو مثيرة. نعم. بل بالعكس كان توجيه التهم والنقد للثورة وللحكومات ما بعد الثورة أكبر بكثير من نقد النظام. أثار حتى رئيس الدولة يتحدث عليه، وأثار الإشمئزاز والمقالات اللي تكتبت على الحشاني بعد مش عارف زيارة بعد الزيارة لفرنسا. مانيش عارف عندهم مختصين، عندهم ناس مستشارين في التواصل، مانيش عارف ايش يعملوا العباد هذونا. ما لا شيء يحشم ان الوزير الاول نتاع تونس رئيس الحكومة يجي يشتكي في بلاد من الاعلام وبطريقة فجة وبطريقة سخيفة. هذا دليل زاد على ضعف النظام و ارتباكه من أي نقد أجنبي. وهذه مرض زادة، مرض قيس سعيد باعتباره إنسان مريض، مريض فعلا، مش مريض سياسيا، مريض فعلا، عنده أمراض نفسية خاصة به، واللي متحكمين في الوضع، خلينا نقولها بكل وضوح، اللي متحكمين في الوضع مخلينه يبرطع كما يشاء في المجال اللي يبرطع فيه. وتسمحوا لي على الكلمة، ما لقيتش كلمة ألطف من الكلمة هذه، مخلينه باعتبارهم مسكين الأمر إمساك جيد. حفظ الله التونسيين. دكتور مراد اليعقوبي، بالإضافة إلى الإقالات في الوزراء والولاد، سمعنا في كرونيكور
في اي اف ام حكى هكا، وحتى في اي اف ام كاتبين الرئيس غاضب من النواب وزلزال سياسي الفتره القادمه، وكانه ثم زلزال اخرى وزلزال سياسي الفتره القادمه قد يكون يحل هذا البرلمان بعد. تستند المعلومه هذه والكونيكور على انه بعد ان ساءت العلاقه او تقطعت حبال الود والوصال بين سيد سعيد والعميد بودربالة بوعيدة، ذلك التصريح الشهير والشهادة التي قال فيها في الجلسة العامة الدكتور العميد بودربالة أنه سعيد يقول أنه راه تمرير قانون تطبيع من شأنه أن يضر بمصالح البلاد العليا. أنا باش معناها مادام أنت تذكر الزلزال، أنا اعتبرت أنه الزلزال الثاني هو يعني هم قالوا زلزال، قلت لك وكانوا ثم زلازل اخرى ما فهمتش. في العاده راه الزلزال ما نعرفوش وقتاش باش يصير. اللي صار في 25 جويليه كان واضح قبل بعام وعامين، بالتالي لم يكن زلزالا الا لمن لم يدرس الوضع ولم يحكم قراءه الاوضاع. نعم. هذا من ناحيه ثانيه، وباقي في الزلزال كل زلزال بعده تجي زلازل ارتدادية، فبالتالي الذي ينتظر أن هناك مؤسسة ستدوم أو وضع يمكن أن يستحيل أن يتغير، هذا يجب يراجع حساباته، لأنه إذا وقع ضرب برلمان منتخب وانتخاب عام ومعروف ويعترف به الجميع بما فيهم قيس سعيد نفسه دولتهم معناه سابقاً، فما عادش نستغرب انه يقع المؤسسات هذه، سيما وانا نعرف تكونها، يعني ما عندهاش كما نقولوا احنا قاعده جماهيريه اللي صوتت لها كبيره في اقصى الحالات وبكل تشكيك بكل اصناف التشكيك من عده جهات، وهذه جهات بعض منها قريب من هذه الدوائر معناها، فمعناها البرلمان شنيه وموش حاجه كبيره يعني في الوضع هذا، ما تمش انتخاب واسع وثم لا يمثل هناك كتل قوية أو تعبر عن أحزاب أو صراعات سياسية حقيقية، وبالتالي منتظر جدا قد يحدث ذلك ولكن المعطى طبعا يكون بيد أو يعني المعطى نجده عند الناس القريبة من الأحزاب. هم النواب، ما نقول عن هؤلاء النواب دكتور براد عبرني، ما نقول عن هؤلاء النواب أنهم الوضعية الجديدة اللي وجدوا أنفسهم فيها مش عجبتهم، وكأنهم عندما ترشحوا لذلك المجلس خلوا تصوروا ثم سلطة، هم ترشحوا الحقيقة على أساس أنها سلطة وظيفية، اليوم قال لك أغلب العمل اللي نقوم به هو الإمضاء على القروض على اتفاقيات قروض مع الناس سلطة حقيقية، هذا ربما من المعطيات الخاصة بثم إمكانية حل البرلمان هذا. هذه نسميها بالتونسي دروشة، يعني إنسان داخل على معطى معين على وضع معين، واحنا نعرفوا للكثير منهم وفي الواقع العمل البرلماني عامة أو جزء على الأقل منه يقوم على هذا الأساس، أنه شخصيات تبحث عن مستقبل سياسي هي محطة سياسية ولبعض المكاسب والمغارب المكاسب الذاتية، نعم مناصب، شيء طبيعي جدا. ورغم اللي كانوا يعرفوا هو، لأنه قيس سعيد من الاول بصراحه قال راهو باش يمشي البلديه ماهوش يخلص برشا، باش يمشي البرلمان ماهوش يخلص برشا، وبالتالي اليوم كيف يجيو يقولوا الوضع ماهوش مساعدنا ولا ماناش قاعدين نخدموا في عمل برلماني حقيقي، هذا يسميه دروشه وهذا يسميه معناها استبلاه لكل ذي عقل، معناها اخي هما داخلين غاديك شو عاد الشخصيات هذه اللي عندها باع وذراع في العمل البرلماني في مساندة شخصيات وتجارب وغيرها، هذه ناس معظمها معناها هذاك الموجود هذاك شعطى ربي معناها، دونك ما يلزمهمش يطالبوا باكثر مما يستحقون. والوضع في تونس التوانسه يقول نحن هذا ما نستحق، راه اللي موجود توا هذاك هو ثمره ثمره الممارسات نتاع النخب نتاع السياسيين نتاع الجماهير نتاع حتى عامه الناس التي كانت احيانا بسبب او دون سبب تذهب إلى العرقلة وإلى الإفساد وإلى التراخي وإلى عدم احترام القانون، فهذا وضع عام يدفع الجميع ثمنه، وهو أمر طبيعي من منظور منطقي سوسيولوجي تاريخي، ديما تتم الأمور بالطريقة هذه، هذا فيما بعد يتطلب وقت طويل نسبيا من أجل إعادة برلمان جاب نسبة 8 فاصل ويريد أن يأخذ السلطات حتى هو سي مراد.
ما هذا هو الملاحظه. وانت كما قلت لك معناها القاعده نتاعو اللي انتخبته ونسبه الرضا عليه او نسبه اختياره، اصل هما المجموعه كلها اللي اختارته واللي ما اختارتوش، حتى الاوراق الضايعه فيها ما فاتتش ثمانيه، سيدي نقول 11. 11 راه في 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 منظومه ديمقراطيه كما هو معروف، معناها هذا مش معناها المنظومه الديمقراطيه هي افضل الانظمه، ولكن هي شكل نتاع التسيير، هي أداة نتاع التسيير. دونك اللي ينتخب بهذه النسب في العادة الانتخابات تعاد معناها، ويجب أن يبحث في أسباب يعني عزوف الناس على المشاركات. طبعا ثم التفسير اللي قال قيس سعيد، قال لك احنا ننظر له بالمقلوب، معناها ال 15% يقابلهم 85%، احنا ننظر 85%، وتفسيرات معناها ما أنزل الله بها من سلطان الحق. وكذلك نعم. عندما يتكلم لدرجة أنه حتى الناس المشرفة على الانتخابات احيانا تقوم بتصريحات تضر بالانتخابات اصلا، لانها تدخل في تقييم نسبه المشاركه، ويجي معناها مسؤول في هيئه الانتخابات يقول هذه نسبه باهيه ونسبه مشرفه. يعني ليس دورك انك انت كانه حكم يجي يعطي رايه في نتيجه المقابله، انت مش دورك، انت دورك تراقب، ولك كل الشكر والحمد اذا قمت بالمراقبه النزيهه، اما انك تتدخل في التبرير وفي النتائج وفي التحليل. نعم. هذا يدل على ان الوضعيه راهي تمشي على راسها، بحاجه الى التعديل، تعديل كبير، ربما بحاجه لانها الاوضاع الكل تتغير معناها، هذا لا يبشر بخير بالنسبه لا يبشر بخير لوضع الاقليم صديقي، لانه تونس ليست وحدها، الاقليم كل الان معناها. سناتي على ذلك يا دكتور مراد في الجانب الفلسطيني اذا سمح الوقت. قبل ذلك الجروب إيفوب الانستيتيو فرونسي دوبينيون بيبليك، إيفوب عمل سبر آراء جديد، ها هو الزلزال ربما صحيح، لأول مرة أعتقد أول مرة شعبية السعيد تهوي المستوى 23%، الآن تقريبا قرب أكثر من أي وقت مضى من نسبة 19-20%، هو خذها 19% في الدورة الأولى انتخابات 19 2000، هذه الانستيتيو فرنسي. ولكن الحقيقة العينة ظهر 1500 شخص العينة، هل من علاقة بين دعوات برشا محالين على القضاء وعلى الأمن أخيرهم ثم دعوة لطفي مرايحي وبين هذه النتائج أستاذ بكار؟ في الحقيقة حبيت أن نزيد نعبر عن نواصل حول النقطة الفائتة اللي رأى الوضع كارثي، وربما التعديل والتحسين فات وقته، وأعتقد أن تغيير جذري وكبير في البلاد أصبح حتمي. وللأسف اليوم ما فماش آفاق كبيرة وأمل كبير في 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 هذا الشيء اليوم. وصحيح كما قال الدكتور قبلي اللي الوضع يتحمل مسؤوليته الجميع بما فيهم الشرائح الشعبية اللي تحب وتشغلها على الشعبوية والخطابات والكلام الكبير أكثر من النتائج. نرجع للشعبية قيس سعيد، قياسها طبيعي مهم في السياسة أن الإنسان ينظر إلى سبر الآراء وينظر إلى أنواعها وشعبيتها. 246 العينة إشانتيون ناسيونال دو 46 بيرسون، 246 الحقيقة هي العينة صغيرة برشا، العينة صغيرة وليست فقط بالنسبة للعينة. اليوم شعبية قيس سعيد أو عدم شعبيته ماش هي المهمة، إذا كان إلا إذا كانت تكون قضية الانتخابات هي الحل اللي أنا لا أعتقد في مناخ ديمقراطي. يعني تقصد الشعبية تطرح في مناخ ديمقراطي، في مناخ ديمقراطي، في مناخ تنافسي نقي جدي وحقيقي. نعم. واليوم في غياب أن حتى المواطن اللي يسألوه طريقة السؤال كما شفنا في بعض البلدان الاشتراكية القديمة، بالطبع أي مواطن تسأل يسألوه يخاف ويجاوب كما يحلو لسامعه أن يسمع. وبالتالي سبر الآراء هذا مهم في فهم على الأقل الواقع السياسي، لكن الاعتماد عليه
ماهوش حاجة مفيدة اليوم، إلا إذا كنا ماشيين، كانت الناس ماشية ربما يستفيدوا من هذا، الناس اللي يحبوا يلقوا الأرواح مبررات للمشاركة في انتخابات متوقعة والنظام لم يتحدث عنها. الغريب أن المعارضين في فجأة بكلهم نضوا، ولت حتى بعض الترشحات لانتخابات لم تعلن بعد ولم تقرر بعد، ما نش عارف طعم الجبن أسال لعاب الصادقين اللي يحبوا الانتخابات. والله أنين حسيت عندي إحساس غريب، إن شاء الله يكون خاطئ الإحساس هذا، أن كثير من الناس في تونس سمعوا أصوات، سمعوا تصفيرة كبيرة، فانهالت الترشحات، انهالت المبادرات، انهالت، مانيش عارف، غريبة أن تكون في نفس الوقت الترشحات والمبادرات والحلول، كأن أحدا وشوش في آذان التونسيين بأن حلا آخر غير قيس سعيد ممكن. وفي النهاية مشروع سيد بكار أنه يتوق التونسيون لتغيير واقعهم إذا ما توفرت طبعا الشروط الموضوعية للانتخابات. أنا من المطالبين، أنا نحب تغيير جذري في تونس، مش أنا أطالب به وأسعى إليه وناشط في هذا المجال. اللي حبيت نقوله على الوشوشة في آذان بعض التونسيين، وهذا علاش قلت أتمنى أنه ما وقعتش وشوشة في آذانهم. اللي استغربته هو كثرة المبادرات وفي وقت واحد، المبادرات والترشيحات والكل، والنظام والدولة لم تعلن لا على الرزنامة لا على شروط لا على الظروف لا على شيء. كأن، وإن شاء الله نعاود مجددا، أن حدسي هذا وظني هذا يكون خاطئ. لا، الدولة أعلنت على حاجات سي بكار، الدولة قالت إنه اسمح لي إلى إثارة التتبعات في احترام كامل القانون لكل من سولت له نفسه الارتماث يحظى الخرج. دعت الدولة. يعني هذا هو العبث والخطير، أنه من يعارضون المسار، من يعارضون قيس سعيد يقعوا في هذا المطب، وهذا هو المشكل. المشكل في أنه في مواجهة قيس سعيد ما فماش جدية كبيرة في مواجهته. صحيح الظروف صعبة جدا، صحيح المعارضين أكثرهم في الحبس وأكثرهم ملاحقين وتتعلق بهم قضايا واتهامات باطلة من أعلى هرم السلطة، وهذا يخلي العمل السياسي غير واضح والمناخ السياسي متعفن وخايب. نعرج على قضية الإعلاميين، الأخ مبكري الدكتور قال الخوف، أنا أتصور أن الأبواق اللي كانت تدعم بن علي وثم بعد شوشت في وقت الثورة ورفعت السقف عاليا، راهي واليوم ساكتة تخدم في أجندات، تأخذ في فلوس، تأخذ في امتيازات للقيام بهذا العمل، للقيام بالمهمات القذرة، مع التأكيد على أن النقد وحرية النقد مكفولة لكل التوانسة. نعم، يجب، ومن الخطير أن نسكتوا الأصوات، من الخطير حتى اللي تفوت شوي السقف مهمش، ماذا بنا، الحرية راهي ثمنها غالي جدا، الحرية قيمة أساسية في حياتنا، وراه الثمن اللي ندفعوه من أجلها يمكن يكون غالي. نعم، وما لا يتم الواجب إلا به فهي واجب. فهو واجب. يعني الحرية شيء ضروري في بلادنا، ويجب أن ندافع عن كل الناس حتى اللي تجاوزوا شوي القانون، فما قانون يحاسبهم، لكن يجب أن ندافع عن حقهم في ممارسة النقد، وإن كان النقد فيه برشا. المهم نقد بناء باحترام الأخلاقيات. سي مراد، نعم، في مواجهة ذلك السيد نوردي تابويلة من عام اتحاد عمتوس الشغل يقول القيادة السياسية في حاجة إلى القيام بمراجعات عرض خطابات التخوين عوض خطابات التخوين والتهديد، ويقول يجب تنقية المناخات، والاتحاد سيواصل نضالاته إذا لم يجد آذانا صاغية. لك الكلمة سي عبد السي دكتور.
نعم دكتور مراد، لا يبدو أنك فعلت أو خليت الصوت صامت أو مشكل في، أنت حاول أنك دكتور مراد هل تسمعني؟ لا ما زال الصوت. نمر الكلمة للدكتور للأستاذ بكار في انتظار أنه نثبت الصوت مرة أخرى. دكتور مراد حاول أنك تثبت الصوت. تصريح دكتور سيبكار، تصريح لأمين عام لاتحاد الشغل. تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل بعد، انظر اليمين شوي، انظر اليمين شوي عين الكاميرا. نعم تصريح الأمين العام لاتحاد الشغل بعد فترة صمت طويلة ناضل فيها كما قال هو بالصمت، ولكن كما قالوا بعض قيادات الاتحاد النضال بالصمت. حبيت أن نحب قدام لن نعمل تعليق نأكد على ضرورة وجود منظمة الاتحاد العام التونسي للشغل قوية ومتماسكة ومتينة، اللي هي حاجة مهمة في البلاد، والدفاع عن هذا المكسب الوطني أمر هام، وبقاء الاتحاد في شكل قوي حتى يدافع عن مصالح الشغالين، حتى يدافع عن مصالح المهمشين، هذا أمر أساسي ولا يمكن القبول بإضعافه. إضعاف الاتحاد وتهميشه هو إضعاف لقوى القوى الاجتماعية اللي يمكن تحقق بعض المطالب. نعم. للعمال. لكن اليوم اللي ساهموا في قمع الاتحاد هي بالطبع الدولة، بالطبع قيس سعيد، ولكن القيادة الحالية اللي هي في وضع انقلابي، نعرف كلنا ظروف انتخابهم في المؤتمر اللي عملوا فيه انقلاب وبدلوا القانون الأساسي بطريقة مشبوهة وبطريقة قاوموها النقابيين، واليوم النقابيون والتوانسة عموما يخلصوا فاتورة فساد القيادة الحالية لاتحاد الشغل، واللي مش صحيح الأمين العام المرة اللي فاتت يقول ما يسمى بتحول 25، ما يسمى ب 25 جويلية. الأمين العام للاتحاد وسامي الطاهري وكل قيادات الاتحاد كانوا يعبروا عن مساندتهم لمسار، لمسار بنقول مسار مش لحظة 25 جويلية، كانوا ساندوا هذا المسار وكانوا يدعوا إلى الحوار وإلى البقاء تحت السقف. إيه اليوم يفرق بين اللحظة والمسار اتحاد الشغل؟ اليوم اتحاد الشغل فات الفوت، نقولوا له اتحاد الشغل فقد إشعاعه وقيادته الحالية. إشعاعه ولا أهليته أن يكون هو اللي يعطي الدروس يعمل مبادرة؟ وين الاتحاد كمؤسسة دائما أنا أدافع، وكان قابي قديم على القيادة النقابية نحكي الآن. اليوم نحكي على القيادة الحالية لاتحاد الشغل. القيادة الحالية لاتحاد الشغل خانت الشغالين، خانت حشاد، خانت مبادئ الاتحاد، وطمعت أو خافت لفسادها، فتتحمل هي المسؤولية الأولى في إضعاف الاتحاد وفي إخراجه وإبقائه على الهامش. في الأصل الاتحاد اليوم كان يكون هو المبادر، هو الخيمة التي يلتجئ إليها الحقيقة. يا دكتور يا أستاذنا، هو بادر، تعرف مقدش بادر؟ في ذكرى اغتيال حشاد 4 إلى 5 ديسمبر 2021 طرح مبادرة الخط الثالث، أجابه سعيد بعد أيام قليلة قالوا لا ثالث ولا رابع ولا خامس، صمت. عملوه في 23 من مارس وأبريل ومايو، خلينا نستنوا في مبادرة، وتحدث عليه الإعلام وتحدث الشغل حتى تجي مبادرة. إن بعدي الحقيقة شفت من الخطوط العريضة هو هيئة انتخابات جديدة، ولكن وعدت في المهد ما سمعوش، لأن طبيعي لأنه بقي في سقف 25 جويلية. ورغم بقاء الاتحاد في سقف 25 جويلية، قيس سعيد لم يستمع إليهم وضغط عليهم وسكتوا وخافوا أو تواطؤوا لفسادهم. هو يتهمهم بالفساد، مش أني، أن القيس سعيد اتهم وجماعات قيس سعيد اتهم كل البلد كم احترام الحديث، الحديث عن قيادة الاتحاد اللي اتهمهم بالفساد في السجن، اللي اتهمهم وناضلوا
ورفعوا رؤوسهم اليوم في السجن، راشد الغنوشي في السجن، جوهر بن مبارك في السجن، رضا بالحاج في السجن، غازي الشواشي في السجن، علي العريض في السجن، والقائمة تطول، نور الدين البحيري في السجن. وش تحبني نقول لك؟ الناس اللي رفعوا رؤوسهم وواجهوا وعبروا عن موقف سليم، موقف واضح ووطني في السجن. البقية الذين تركوا قيس سعيد يعبث بهؤلاء الناس، نعم، اليوم ما يلوموا إلا أنفسهم رغم ما يعانون من استهداف. دكتور مراد، أرجو أن يكون الصوت صار جاهزا. سي مراد، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. يا سي مراد، أتمنى أنك تسمعني. أسمعك ولكن غبط علينا يا سي مراد، والتاريخ ما زالش يغيب. سي محمد الحامدي اليوم نعطوك راه. سي محمد الحامدي هو قيادي خرج من التيار الديمقراطي، اليوم في ديوان فهم نسمعوه في علاقة بحديث الاتحاد، ربما في بلاطوات سابقة نحن هنا ضيوفنا عندما كانوا يوصفون مثل ما كان يتحدث سي بكار عن الاتحاد، ربما كان صوتا منعزلا. اليوم هذا الصوت، هذا التقييم الاتحاد عن الشغل يأتي من نقابة، وما كان في نقابة الثانوي أعتقد، في نقابة التعليم الثانوي، سي محمد الحامدي وزير السابق. نسمعوه ونرجعي لك سي دكتور مراد بالتعليق والقراءة. ثمش واحد عاقل إلا ويقول ثم حالة تشنج في البلاد، ثم حالة تشنج في البلاد، ثم حالة توتر، ثم مناخات كئيبة في البلاد. ها اتحاد شغل مش معارض اتحاد شغل. اتحاد شغل أنا عندي عليه مؤاخذات، معناها أنا كنت نقابي، أنا نعتبر اتحاد شغل مع مسار 25 وخذل الديمقراطية. هات تسمع فيه شي يحكي لمين عام هكذا تحكي، تسمع فيه شي يحكي مش محسوب على المعارضة بالمرة. وكان يحب يعمل مبادرة داخل سقف 25 وإصلاحات اقتصادية وإلى آخره، طبعا ما لم تستمع لهم السلطة بل استهدفته. وحتى واحد ما ينجم يقنعني انه ما ثمش حاله استهداف لاتحاد الشغل. معناه اتحاد الشغل خذل الديمقراطيه، خذل القضيه الديمقراطيه. انا هذا تقدير، انا هذا تقدير، على خاطر مشي في مسار انقلاب على الانتقال الديمقراطي. انتقال ديمقراطي فيه كانت فيها اخطاء لكن صارت خطيئه، وهي الانقلاب على الديمقراطيه، هذه خطيئه. نعم سي مراد، انت نفسك كانت عندك نفس التوصيفات واكثر، ولكن عندما يؤتى يعني يأتي هذا التصريح خذل الديمقراطية ومشى في مسار انقلاب واليوم مستهدف. اليوم ماذا؟ ورغم ذلك يقول لك هو مستهدف. أي وما الاكتشاف في ذلك؟ العجلة وقع اكتشافها منذ آلاف سنين، معناه مستهدف، أنا أشوفه فيه مستهدف. وماذا ينتظر من شخص يملك كل السلطات؟ يستهدف أي سلطة تحاول أن تقلقه، منتظر معناه شيء هذا. يا اخي بالطبيعه باش يستهدفوا عليه، يا اخي الاتحاد على راس وريشه، برلمان على اللحظه التاريخيه واستهدفوا. ما فماش لحظه تاريخيه، راهو ما فماش قيمه مطلقه في العالم اصلا، يا فما كان ربي وكل الكتب المقدسه كاعو، الباقي الكل موازين قوى. الاتحاد وقف مع يعني في صف معين، ذلك الصف يعني رماه بعيدا ثم عاقبه، منطقي جدا أنه يستحق ما يستحقش. هذاك التقييم السياسي متاعنا. أنا واحد من الناس نعتبر أن الاتحاد من أكثر من دعا قيس سعيد إلى الانقلاب، وهذا ليس سرا أننا بنقوله، ولكن وكانت معناها الرؤية متاعهم، وهذا المشكلة متاعهم هما الناس هذه، يتصور أنه قيس سعيد كما يقولوا احنا حريبشة بالنجموا يبلعوها، معناها لا يفهم في السياسة، قادم جديد على السياسة، وبالتالي يمكن التلاعب به فينفذ ما يريد، ما تريده أطراف معينة، ثم يزيحونه ويأخذون مكانه. معناها يعني نفس الفكرة كما وقت لي في فترة يعني إلغاء التجمع ويعني منع كل تجمعي من العمل السياسي. هذا اللعب معناها الناس تحب تزيح شخصيات وتأخذ هي مكانها، ما عادش ينطلي، ولم ينطلي على قيس سعيد. قيس سعيد اليوم يعاقب الجميع، ويبدأ أن نعتبره بدأ بمن سانده، لأنه اللي عاقبهم الأخرين معارضينه على الأقل ثم علاش يعاقب فيهم؟ تو معاقبته مثلا لما حال ثم علاش شنو معناها؟ هو شرف لهم بالنسبة لي أنا، الناس اللي عاقب فيهم على خاطر ما في باليش فما واحد تعاقب على خاطر فلوس من القادة السياسيين.
رضا بالحاج، الشواشي، الغنوشي، العريض، البحيري، ما فما حتى حد شدوه بفلوس ولا شدوه في ملك عام ولا غيره، ما فماش هذا. وبالتالي عقوبة ظاهرة سياسية، معناها التقدير الناس كل تقول هذا، محامين يقولوا هذا، وأنا أول من يقول هذا، وهذا حقيقة، معناها على الأقل الناس هذه يعني تحاكم لأسباب سياسية لأنها وقفت موقف سياسي، لكن الأخرين اللي ساندوا فضيحتهم أنهم تزلفوا وباعوا أنفسهم و و و في الأخر دفعوا الثمن. سامي الطاهري، سامي الطاهري أمين عام مساعد، اسمح لي اسمح لي اسمح لي، في تصريح أخير قال اتحاد يحاسب لأنه لم يرضى أنه يسير في مسار سعيد. صحيح مع اللحظة أمشيش مع المسار، هذا تصريح سي طاهري. هذا يتلاعب بالكلمات. الذي دعا قيس سعيد إلى الانقلاب في تدوينات متتالية ومختلفة، والذي ساند نهار 25 وواصل المساند وأرسل المكتب التنفيذي لملاقاته وقدم المشاريع وقدم المقترحات وما إلى ذلك والمبادرات بجميع أصنافها، هذا لا يمكن أن يكون ليس مع المسار. معناه راو أخي هذه ما تعدتش علي أنا اللي مجرد مشاهد سياسي باش تتعدى على قيس سعيد ولا على المعارضة السياسية الكبيرة زعماء الأحزاب، واضح هذا تلاعب على الكلمات. الاتحاد مع الانقلاب وظن أن ذلك سينفعه لأنه هو نفسه قام بانقلاب على فصل من الفصول الأساسية في الاتحاد، فصل 20، ولكن نتيجة مخالفة للغالب. يعني الاتحاد اليوم فقد منصب الريادة، كل الأطراف السياسية كانت تدعوه إلى أن يقود مبادرة سياسية إخراج البلد الكل من الأزمة، الآن لا هو يحظى بثقة الأطراف السياسية، لأن فترة فترات هو أصل عندما تكلم الطبوبي سيد الطبوبي على السجناء في المرناقية كان تطلب الأمر ظهر لي تعقيب من عند سامي الطاهري أذكر، يعني ليخصص وراه نخصدوا سجناء النقابيين مش السجناء الاخرين. واليوم مستهدف من طرف السلطه، بمعنى انه اهليته باش يقود حوار حسب رايك اضاع اتحاد حتى حد ما عادش يغزر له قادر باش يعني من شارك مع الدبابه ما عندوش الاهليه اليوم باش يقود حوار. معني سي حسين راك انت يظهر في طرحك معني ربما ان شاء الله ما نكون غلط، تعتبر ان قياده الاتحاد الحوارات السياسيه الماضيه هي شيء إيجابي ومنطقي. أنا أسأل يا أستاذنا. لا لا, لا المهم هي ما كانتش في محل. الأطراف السياسية هذو. نعم. الأطراف السياسية في السابق كلها كانت تريد تستظل باتحاد لكن هو رفض. لأن هذه الأطراف السياسية لم تكن تمتلك الشجاعة للدفاع عن مواقفها وللوقوف وقفة صلبة تجاه وضعيات غير معقولة. هو الاتحاد فقط حب يقود مبادرة بالرباعي مش الأطراف السياسية. لا حتى الرباعي لا 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 الكل ما لا في الأخير لا مبادرة رباعية بقطع النظر على هذا. يعني الأصل هو شنية الاتحاد بأي صفة يأخذ مركز تقديم مبادرات أو مصالحات أو ما إلى ذلك، هو طرف نقابي والنقابي هذا هو طرف سياسي يعشش في هياكل في الشقف كما قال عاشور الله يرحمه. وبالتالي الناس هذه كلها تمارس نفاق معمم على أساس أنه الاتحاد فوق الجميع وهو يمثل الجميع. مش صحيح، الاتحاد هو عبارة عن غرفة مظلمة ما يصعد كان الناس اللي يحب عليها ما يبيع الانخراطات. غرفة مظلمة وبيع وشراء متاع النيابات. أخي أنا نعرفوه، أنا ناشط نقابي من أول نهار دخلت في التعليم ناشط نقابي لليوم، لكن توا ما عاش فما نقابة باش ننشط فيها، أنا أصبحت كلها مراقبة ونقابات ولاء وإلا نقابات ميتة سريريا. وبالتالي هذا الوضع لم يكن طبيعيا. راهو الكارثة متاع البلاد أن سعيد محق في إزاحة الاتحاد من المنصب هذا؟ لا مش إزاحته، هو عنده وظيفة اجتماعية أساسية لكن وظيفته محددة بنصيفة، هو يقترح الوزراء ويرفض حكومات، معناه الحكومات اللي كانت موجودة لم تكن تستحق. كان ضعف وواقع غير صحي وضعف الأحزاب السياسية. نعم هذا هو، وبالتالي أكثر في النتيجة أنت يعني في الأخر وصلت حكومات ولا رؤساء أحزاب مكونين كتل ما نجموش يعديوا حكومة خاطر الاتحاد مش راضي، وهو معطاوه السلطة هذه التي لا يستحقها لا قانونا ولا شرعا ولا عرفا ولا تاريخا.
ما يستحقهاش. بين صفة يجيوا أشخاص متسيسين متحزبين يقدموا في انتخابات متاع أحزاب هذوما قبل ما يوصلوا المكتب التنفيذي، وحتى في أول انتخابات منذ الثورة هما قدموا في الـ في الـ في, الـ في يعني قوائم تاع احزاب في انتخابات سياسيه. بين حقا اليوم نعطيه الشرعيه باش هو يقدم ولا يقترح ولا يفرض، معناها الا خضوع للاسلحه الاضرابيه، والاسلحه الاضرابيه لابد من مواجهتها اذا كان ماهيش في محلها. هناك اضرابات سياسيه، فما فما حد يقول لك ما يلزمش توجد نقابه، لكن النقابه نعم. في دورها في المعتدل المعروف. الوقت يهمنا في نفس الحوار سي مراد كلمة سي محمد الحامدي، تعرف وزير سابق وقيادي سابق والطيار، يعني تهكم بين ظفرين على مقولة توقفي ينحرف نقفوله، وهي معروفة أعتقد منسوبة لمحمد عبو لم تخوني الذاكرة، أو على الأقل كلامك من هذا محمد الحامدي يتحرر الموقف السياسي وخرج من الحزب، أليس دافع مهم أنه يتم التشجيع لهذا في اتجاه أنه كل الأطراف اللي أخطأت تقيم وتخطو خطوة في اتجاه أنها تنظر في المستقبل؟ والله سادي بوند إيش نقول؟ معناها حسب التمبيرامون بتاع الشخص. أنا من نوع ما نؤمنش بالتغيرات الثورية، معناها فهمت في نفسيات البشر. بالنسبة لي ثم ناس انطبعت بطابع الانتهازية، بطابع يعني السياحة الحزبية، بطابع عدم المبدئية في برشا حاجات. فإذا كان لمتهم اليوم طاولة مشتركة أنا لا أمثل مانعاً في ذلك، معناه أنا رأيي الخاص فيهم، ولكن أنا أتعامل مع الجميع على أساس مقاييس ومواقف معينة. اللي جاء للحق فمرحبا به، وليس لأحد أن يمنعه من الحق، والإنسان الرجوع إلى الحق فضيلة. معناه الناس اللي عادت للطريق اللي تراه هو الأنسب وكلنا الراجع وراه، ما ثماش واحد ما عندوش أخطاء. أنا نفسي كراجع حتى في مواقف بسيطة من بعض الأحداث السياسية ولغيرها نلقى أخطاء كثيرة، وهذا طبيعي جدا راه. نعم. ما فماش عباقرة، والعالم العباقرة ما عادش موجودين راه. فاليوم الناس كل اللي كان معناها ثم نقد جدي وكذا حبة ذا، ولكن لا نثق في المعنى. لا يكون الجمع على أساس المبدأ، على أساس الخيارات، مش خاطر تلمت حظبة كبيرة نتاع سياسيين ولا معارضة اليوم نشكلوا للتغيير وما إلى ذلك. التغيير ما يتمش بتلك الطريقة. هل يمكن يأتي التغيير من الأطراف التي ساهمت ومهدت الطريق، وربما يصفها البعض كانت كاسحة ألغام، مش محمد الحامدي نقصد بصفة عامة، كانت كاسحة ألغام أمام الدبابة 25 جويلية، ينجم اليوم ينظر علينا ويقترح ولازم ولازم وناصب الطاولة وأربع كراسي ويلزم انت تجي وانت لا واحنا ننظروا. يا ودي يا سي حسين، جزء كبير من البرلمان كان كاسحه الغام، جزء كبير راهي ناس في البرلمان تمشي القيس سعيد تقول له حل البرلمان. اخي شنو هذا؟ معناها راهو شيء سريالي راهو اللي عشناه في تونس سياسيين، راهو يضحك ما يصيرش. معناها اصل فما ناس نهار اخر كي بتجي تقيم تاريخيا ولا باش تقيم وضعيه بعد مرورها بسنوات باش تقعد تضحك، معناها تقول لك الوضع هذا توا في التاريخ نلقاه وضعيات من القبيل هذايا، معناها خور سياسي كبير. نعم. ونفس بعد هو شو يصير؟ دونك اللي قاعد يصير واللي صار هو خور سياسي، ونحن نرى الان ما يحدث. اللي كان باش يقع معناها 90% تقريبا منه خب سياسيه خانت الثوره، وعلى اما لمصالح شخصيه او حزبيه او لاحيانا ربما اجتهادات خاطئه يا استاذ. اي حتى ما نحرموش الساحه لانه كلهم فشلوا كلهم خانوا، شو مش نلقى بديل اخر، اليس كذلك سي بكار؟ اذا كان كل الساحه نخونوها وفشل اشنو البديل؟ البديل مش يكون قيس سعيد بريم نقولوا احنا سجون. لا حتى نخدم معكم. والله هذه المشكله الاساسيه. اوصل على اليمين نجعك الله من اصحاب اليمين، اوصل شوي على اليمين. التوصيف والحق ولا أصبحت عندنا فيه تخمة كبيرة في توصيف الوضع وفي الوقوف على الوضع هذا. اليوم البلاد في وضعية سيئة جدا، وكل التوقعات خاصة الاقتصادية ماشية في هذا الاتجاه، في اتجاه وضع أسوأ من الآن، وبالتالي يجب علينا شوي جدية وشوي صرامة في البحث
عن حلول حقيقية للوضعية الحالية اللي لا يمكن أن يكون قيس سعيد ونظام قيس سعيد يكون جزء منها. للأسف نقول أن الاتحاد فوت الفرصة على نفسه، قيادة الاتحاد فوتت الفرصة على نفسه. للأسف أيضا أن كثير من اللي حاولوا اليوم باش يلموا المعارضة اللي ما تلمتش واللي أصبح من الصعب جدا لمانها في هيئة واحدة، أن بعض المبادرات تلتجئ مثلا وتضم أسماء هم جزء أساسي من الأزمة، أمثال محمد عبو، وجود الاسم فقط اسم محمد عبو الذي دعا إلى الانقلاب، الذي ساند الانقلاب، الذي دعا الجيش للانقلاب، ناس زي هذه وجودها في أي مبادرة دليل على فشلها المسبق وعدم جدية أصحابها إلا الانتهازية وغيرها. فأدعو بكل قلبي أن اللي حاولوا يلقوا حلول للبلاد هذه، أولا يقدموا حلول، نعم، ينظروا للمستقبل، ما نبقوش كل يوم أي غلطنا وكل يوم ما فهمناش وكل يوم الناس خونة، أي وش نعمل، نخلوا البلاد تغرق، نخلوا الدنيا تمشي. فشوي جدية، أنا لا أؤمن بتوحيد المعارضين لكن أؤمن إيمانا قاطعا بتوحيد على الأقل أو نعم، اتفاق على ميثاق شرف أن بكلنا نخدمه من أجل البلاد هذه. مانيش ضد الطموحات الشخصية ولا الحزبية وغيرها، لكن المطالبين به وبشكل جدي اليوم السعي إلى إزاحة قيس سعيد، مش قيس سعيد الشخص اللي هو يرمز للنظام هذاي، وإنما النظام في حد ذاته، من يقفون وراء قيس سعيد، من علشان هو عاجز أن يسير عمادة في البلاد لو لم توجد وراءه أو لو لم تستعمله قوة ذات نفوذ، ذات سلطة، ذات قوة سواء مادية وغيرها. فأتمنى أن التوانسة يوعوا. تعليق أخير دكتور مراد، نسمع الحمد مرة أخرى يستغرب كيفاش الناس تكون داعمة للديكتاتورية في بلدان أخرى في مصر وغيره، والآن تنظر لاستعادة الديمقراطية، لأنه بعضهم يستكثر على التوانسة يقارنوا فينا بمصر وسوريا وغيره، كيفاش احنا في ديكتاتورية، هذا احنا في الديمقراطية، ولكن الديمقراطية بتاع قطرة ربما يستكثروا على التوانسة. نسمع شو الحمد، يلا به. قلنا سيدي الموقف على المستوى اللفظي في السلطة باي متقدم، ايه موقف متقدم كهذا من فلسطين باش يولي فعالش لازمتها، مو لازمتها جبهة صلبة داخلية، كيف ما تلفتناش لهذا معناه يعني، وانا ما نفهمش زادا بصدق، ما نفهمش كيفاش واحد يكون مع الحرية ومع العدل ومع الحق في فلسطين ويتعامى ويتغافل على مظالم في حومته وفي بلاده. نعم سي مراد، سؤال مشروع السيد الحمدي. نعم سؤال مشروع، انه يقول لك الخطاب، السقف بتاع الخطاب الرسمي عالي جدا، الخطاب الرسمي توجد تجاه فلسطين وانصاره، في نفس الوقت تجده يستكثر على توانسة الحريه، والناس معبه الحبسات يقول لك لا حريه، احنا وش من حريه، وهو يدعي من هكا حريه فلسطين، وهنا تلقاه صبات بتاع دبابه، زنزين بتاع دباب. والله سي حسين مع احترامي للجميع، انا قيس سعيد لا يعنيني كثيرا في المساله الفلسطينيه، مش الخطاب الرسمي بصفه عامه، وانت لك رئيس سابق لجمعيه انصار فلسطين. اي لاني اؤمن ان يعني النظام الرسمي العربي، الحكام العرب لا يمكن ان ياتي منهم خير، وتاريخهم شاهد بذلك، والنخبة التونسية اللي تحكي عن الديمقراطيه. بربي خلينا نكمل جمله معي. قلت لك جزء منهم لانهم خونه، وجزء آخر لأنه خاف على المنظومة إمبريالية رأسمالية، سميها ما شئت، المنظومة هذه تتحكم في غذائه ودوائه وسلاحه، وتتحكم حتى في طريقة وصوله إلى السلطة، وتتحكم في معارضته ويمكن أن تؤلبها عليه، وبالتالي لا أمل فيهم. أنا بالنسبة لي أنا، إذا كان بالحق الشعب التونسي والناس العاملة لصالح المسألة الفلسطينية والحق الفلسطيني تحب تقدم للحق الفلسطيني، يجب أن يكون للمقاومة ممثلين مكاتب تمثلها في كل الدول العربية. أنا لا أطلب من الرؤساء والحكام أن ما عذر الله كما قال أبو عبيدة حماه الله ورفع شأنه، لا سمح الله، ما مش متحارب هذوما،
هذوما نتاع قعود. ولكن على بالنسبه لي نعتبر انه اكبر حاجه نجم تنجز بعد طوفان الاقصى ان تصبح لهذه المقاومه بكل اصنافها دون تمييز تكون لها مكاتب ممثله لها في كل الدول العربيه، كانت موجوده العام في قبل في الجزائر وهي لحد الان نسبيا موجوده، وموجوده في عده دول اخرى. فعلاش في تونس ما يكونش ثم مكتب ممثل للمقاومه الفلسطينيه واللي هي حركه تحرر واللي هي جزء من الدستور؟ يا ودي لعل يسلموهم يا سمح الله تراسيم يسلموا فيهم. لا سمح الله، على خاطر ريالمون الانظمه العربيه تاريخها وخاصه دول التوق راهي دول التوق اصبحت هي التي تطوق النظام الفلسطيني. راهي هم العدو في البيت، هؤلاء هم العدو راهو. ولكن نظرا للظروف لا يمكن للمقاومه اليوم، وهذا مبدا المقاومه، ان تفتح جبهه مع حكومات عربيه لانها يعني كبير ولا صغير. نعم، شكرا جزيلا دكتور مراد اليعقوبي استاذ التاريخ بالجامعة التونسية اعتذر، وجزيل الشكر. شكر موصول لبكر عزوز النشط الحقوقي من باريس. حتى لا ننسى، يتقبل الله صيامكم، ربي ثبت المقاومة. نلتقي بداية الأسبوع بدأ من الساعة 8:30 بتوقيت تونس مساء الاثنين. حتى لا ننسى.